انا رايح اشوف المعمار جي ابو حسين واتفق معه على الشغله من بابه لمحرابه. يلا بخاطرك. الله معك ابن عمي، مع السلامه. يا مو لشو المعمار جي؟ الافندي ابوكي بده يخرب البيت مشان يعمر لمرت بشير افندي. يا ابو حسين الشغله مالها كبيره، يعني بدنا نفتح باب وحيط ومطبخ وحمام. اللي بدك اياه بصير بشير. انا برايي نفتح الباب من هون. ايوه قديش بدك طوله وعرضه؟ اخي مثل باب بيتي، خمطة منطق لا راح ولا اجى. تعال شوفه. ايه ما راح يختلف عنه بشي. هو احسن شي عندك حط له اياه. اللي بدك اياه بصير. ايه يا ابو حسين قد ايه بتكلفنا الدعكه كلها؟ اللي بدك اياها خالصه اجره وكرستها. ايه نعم. يعني ما بتعرف لا على عمال ولا على حجر وطين ولا على اجرتي؟ ايه نعم، انا ما بحب وجع الراس. كل شيء من عندك ابو حسين. مشي. ايه سيدي مشان الحيط بدك اياه حجر ولا البنوطين؟ مشان اعرف شو بدي احسب لك. يا سيدي خليه حجر فرد مره، لانه انا مفكر خليه مقسوم على طول. على عيني. زين الحيط طوله. سلام عليكم. وعليكم السلام. علي ابو حاتم. علينا ابو حاتم. شو ابو حسين شايفك عنا بالحاره منوره؟ ايه والله ابو بشير عنده شغله جاي انتفن وياه عليها. ان شاء الله بالهنا. شو ابو بشير ناوي تعمل؟ والله بدي اجوز الولد عبال ما نفرح ببناتك. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك بعمرك. قلت لحالي اقسم له غرفتين من هالبيت. شو رايك ابو حاتم؟ زينة العال. منين رح تفتح له الباب؟ والله انا برايي انسب قرنه نفتحها من هون. شو رأيك نفتح الباب من هون بحاتي؟ شو؟ منين بدك تفتح الباب؟ من هون أنسب شي بحاتي. شلون هي أنسب شي أبو بشير؟ من هون ما بتشرك البيت وما بيضايقني وبصير لحاله. ما بيضايقك بس بيضايقني إلي. لا إلك إرني غير الإرني. شلون بيضايقك أبو حاتم؟ أنا عم بفتح الباب من حيطي مو من حيطك. ما اختلفنا إنه من حيطك، بس مالك ملاحظ إنه باب بيتك صار مواجه باب بيتي؟ شو الفرق أبو حاتم؟ نص الحارة أبوابه مواجه بعض البعض، هلا بابي رح يضايق؟ أخي أنا ما بحب انفتح باب ومواجه بابي. الله يرضى عليك يا أبو بشير، لا إلك إرني غير الإرني. ما معزن الزعل مشان نص باب بلا طعمة. عمي ابو حسين تيسر الله يحن عليك، بس لقيناه يرني غير هاي الارنه بيبعث لك خبر. تيسر تيسر. واقف ابو حسين، شو شغله على كيفك ابو حاتم؟ الباب بده ينفتح من هون، لا تعريني الله يرضى عليك. ها بشير الباب ما بينفتح من هون ولا يرني غير هالرنه احسن ما نزغل. ها شو الشغله على كيفك ابو حاتم؟ على كيفي ونص بشير. صلوا على النبي يا جماعه، فهمونا شو القصه. تيسر انت ابو حسين تيسر. واقف ابو حسين، هذا الباب ما بينفتح ابو بشير. لا سيدي بده ينفتح، ان قلت ايه وان قلت لا. والله ما بخليك تفتحه اذا بتروح. روحي يا لا شو على كيفك؟ اخي خلصونا انت وياه، بس اتفقوا ادهولي. روح الله معك. وانا مالي سائل، والباب بده ينفتح من هون، يعني بده ينفتح من هون. صلي على النبي بشير، خلينا نفهم من ابو حاتم ليش ما بده الباب ينفتح من هون. انا يا اخي كل بيتي حريمات وما بيناسبني حدا يكشف على حريماتي. يعني نحن قليلين ناموس يا ابو حاتم حتى نطلع على حريمات؟ وحياتي اللي خلق اليوم ما بينفتح الباب الا من هون. وانا ما راح بسمح لك. وهلا بتشوف، وانا رايح اجيب معمرجي تاني. والله واللي اسمه الله ما بخليك تفتح اذا بتروح حي. صلي على النبي ابو حاتم، مشان الله صلي على النبي. اللهم صلي على النبي العربي. الله يخزيك يا شيطان، حسبي الله ونعم الوكيل. كل شيء بالرواق بصير يا ابو حاتم. وبركي حتى مرأيه انه يفتح الباب، شو بساوي بحالي؟ روح لعند الشيخ عبد العليم، واذا ما اقتنع روح لعند ابو شاب. اين هون الا جايين؟ واخذوا عبده وابو كرم. ابو قاسم ما كان دريان، بس لما خبر راحوا طالعون. الله يخلي لنا اياه ويخلي لنا اياك يا عقيد. تسلم يا ابو حاتم تسلم. يلا عاوز شي عقيد؟ ابو حاتم؟ نعم. فيك شي؟ ما في شي عقيد ما في شي. أبو حاتم شو في عم قلك؟
أبو بشير. شو بو؟ بده يفتح باب من بيته مواجه باب بيتي. إيه؟ تزعلنا أنا وياه ورحت قلت له للشيخ عبد العليم لأنه حلف يمين إلا ليفتح الباب اليوم، ولا تأخذني عقيد أنا ما رح خليه يفتح الباب. لا تزعل أبو حاتم، لا تزعل، أب بشير ما رح يفتح الباب. يعني رح تحاكيه عقيد؟ لا، بس أب بشير ابن أصل وما رح يزعلك كرمال باب بده يفتحه مقابيل باب بيته. بس بده. خلصنا أبو حاتم، خلصنا، ما رح تكون إلا رضيان وحياة الشوارع. الله يهدي بالك يا رب. معوضين عمي. عليك عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين سيدنا. كيفك أبو بشير؟ الحمد لله. أنا عاوزك بأمر مهم. خير سيدي. هون ما رح يمشي الحال، أنا عم استناك عندي بالبيت ولا طول علي. إيه؟ وأنا بأمرك سيدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاحق سيدنا يا بشير. نعم يا حبيب. دير بالك على المحل، أنا واصل مشوار وراجع. اتكل على الله. يا الله. بسم الله. مشي المشكالة بطه. الله وكيلك ما أزيته يا سيدي، ولا عم بفتح باب من بيته، الحيط حيطي وأنا بدي أفتح له طريق. بس هيك ما بيصير، الجار للجار ولو جار، والله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم أوصونا بالجار. ولا ما بتعرف الآية الكريمة؟ والجار ذي القربة والجار الجنوبي. صدق الله العظيم. بعرفها يا سيدي، والله العظيم بعرفها. ما زالك بتعرفها، لازم ما تزعل جارك وتحرص على راحته. بس يا سيدي. خلاص أبو بشير، المفروض منك ما تساوي شيء إلا بعد ما تأخذ أذنه، وهيك الدين بيقول. شو هالحكي يا سيدنا؟ نحن شو كنا عم نحكي يا أبو بشير؟ امشي أبو بشير، امشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو حاتم. عم نقول مرحبا شبنا، ما ترد السلام؟ أهلين. إذا لساتك زعلان مشان الباب يا سيدي بطل تفتح الباب، خليني اتضايق، بس ما يزعل مني جاري وحبيبي أبو حاتم. وإذا منشان اليمين راح صوم 3 أيام والله يسامحنا يا أبو حاتم. أنا بعرف إنك أصيل ومعدنك ذهب يا أب بشير، بس الله يلعن الشيطان، ظنيت إنك ما رح تتراجع عن يمينك. يا سيدي الله يسامحنا، أنا الحق علي، أنا كنت لازم شاورك قبل ما أسوي شيء. الله محيي أصلك، أحلى جار يا أب بشير. أهلي أبو حاتم. إيه هيك ها؟ الله لا يفرق بيناتكم ويبعد الزعل عن كل أهل الحارة. مين جايبني على بطلع؟ لعنى الناس شو صار لقي يدزو؟ ايه ايه جايش ما بدي فهمت. أهلين بولاد حنين، يا صباح الخيرات. شرفوا. انت شرف معنا صهري. خير معتز؟ شو في ابنك الصغير؟ صايبته حمام من امبارح، انه يا حالنا نجي انا وعصام نخبرك ايش كان حابب تشوفه ولا لا. معتز شو عم تحكي؟ سليم صايبته حمام؟ ايه مثل ما عم اقول لك، ويا بتلحقوا يا ما بتلحقوا. دقيقة البس واجي معكم. يا اوام اوام. اخي ليش هيك عم تفول على الصبي؟ بعيد الشر عنه. ألف مرة. شو كان بدك يعني يقول له حتى يرضى يروح معي؟ شو كان بدك يعني يقول له؟ بالمربع
شو في يا بيه دلال؟ مين جاء؟ يا بيه هذا اخي معتز وعصام ومام ساري سعيد وهيتهم عم يتخانقوا جوا. شو هالحكي؟ معتز؟ عصام؟ افتحوا الرجوم. خليكم مع الاولاد بالاوضه. افتحوا العتبة يا معتز. يا جماعة خليكي برا انت وبديك. شو هدول؟ عم تطول على سهرك؟ وانت ولا كلب عم تمد ايدك على جوز اختك؟ يا ابي انا ما دخلت. بس طالوا برا انتو وياه حسابكم بعدين. يا بي ما بدك تعرف بالاول شو عامل هالصهر؟ عم يضرب اختي ليل نهار، عم يكعياتك عاي هي والاولاد. يا بي ما تصدق معتز، هذا جوزي ما عم يضربني، هذا ابن عمي سيدي وتاج راسي. لا عم يضربك وعم يضرب الاولاد كمان، ومن يومين بعدت الحلاقه ليجيب لهم اكل، مو انت هيك قلتي لي؟ انا يا مو، ليش هيك عم تحكي يا مو؟ ليش هيك؟ خلصنا بقى سعاد، انت لا تتدخلي باللي مالك فيه، خدي بنتك وروحي سوي لنا فنجان قهوه انا وصغري يلا. ادرسوا الباب. عمي انا لا تحكي شيء. عمي شو ما انا حكيت حبيبي وحقك علينا، اعتبر كل شيء صار هوني غلطه ولد صغير وطايش. حقك عندي صغيري وزرع تاني او ضغط.